لو الحكاية فيها إن فيتو أنا أبو الشهيد مينا اسكندر بتاع الشرابية. أنا عايزك تصور دي كمان أحلى عيد يعدي علينا عشان الرئيس بنفسه حضر القداس معانا. مفيش رئيس عملها في تاريخ مصر كلها إلا محمد نجيب بس، عملها السيسي، ويا رب ياخدوه قدوة ويعملوا زيه كل اللي هيجي من بعده على مر السنين. ربنا يحافظ عليه ويصونه ويحميه ويرفع مصر زي ما قالها، أخلي مصر قد الدنيا وفوق الدنيا. احنا ما كناش فاهمين الراجل ده صح.